بحكومة انتقالية وسريعا ما تقفز الأحزاب السياسية إلى ما يعرف بالانتخابات. وهذه التجربة أثبتت فشل في الانتقال المباشر للانتخابات دون ما إعداد جيد ودون ما وعي واستشارة وبرامج استراتيجية لمسيرة الدولة المستقبلية. وصلنا الميس بعد تجربة هذه الحرب، عليه سوف لا نعيد ونكرر نفس التجربة، انتخابات ومن ثم عودة إلى مربع البرلمان المنقوص ومن ثم انقلاب وتدور الدوائر. هذه المرة الأمر مختلف تماما، وبعد هذه التجربة القاسية يجب أن نستعين بكل التجارب حولنا في القارة الأفريقية، ويجب أن نبدأ صفحة جديدة ببناء الدولة السودانية قبل أي انتخابات وقبل التفكير في أي أحزاب ولا أي جهات. لابد من المؤتمر الدستوري، النواة الأولى لتأسيس الدستور للدولة السودانية، ومن ثم القوانين التي تحكم الأحزاب، ومن ثم تسجيل أحزاب جديدة بمواصفات محددة وعدد من الناس محدد بعد التحقق من الجنسية السودانية. هذه أساسيات عظمها الدستور، وهذا هو الكتاب دستور في الحالة السودانية. يأتي الدستور أولا وتستفتح عليه الشعوب السودانية، ومن ثم يأتي التحقق من الجنسية، ومن ثم ننتقل إلى المرحلة التي تليها وهي البرامج. وليس هنالك أحزاب ستحكم، وليس هنالك فترة انتقالية يحكمها عسكر أو يحكمها سياسيين غير مفوضين من الشعوب السودانية، وإنما ستكون فترة انتقالية يسندها الجيش والعلماء لتأسيس الدولة السودانية هكذا. ومن ثم بعد تأسيس الدولة ننتقل إلى مسألة الانتخابات وما إليه، لأن لكل انتخابات مطلوبات أساسية. انتبه البروف والمركز إلى أهمية هذا الأمر وضرورة الاستعداد وتحاشي كل أخطاء الماضي في التاريخ التي ارتكبتها الأحزاب السياسية، والاستعجال للكراسي وليس لبناء الدولة دون ما أدنى برامج أو استراتيجية. وبعد هذه الحرب يجب علينا أن نعي الدرس ويستقيم الأمر ونتبع ما يقدمه المركز وما يقدمه البروف. لقاء اليوم ما بعد الانتصار كسر الاحتكار، وهذا لو تعلمون حديث عميق يحلحل قضايا الدولة السودانية وفق الكتاب والبرنامج والمنهج. ليس ابن عمي ولا ابن خالتي أو الحزب الفلاني أو البيت الفلاني. دوما سعداء بك يا بروف في لقاء السبت بعد غيبة لظروف الإنترنت. على فكرة البروف هو الذي طلب من المركز أن نلقي اللقاء قبل عودة الإنترنت، لأنه يعلم علم اليقين أنه هنا ليخاطب السودانيين في وطنهم العظيم، وكل اجتهاداته وكل ما يقدمه المركز من أجل مستقبل هذا الوطن العظيم. سعداء مرة أخرى يا بروف، ولك الفلور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياك الله وحفظك عزيز السودان، معتزا بجهودك فعلا وفاعليتك ودورك في بث الوعي للأمة السودانية. والتحية للشرفاء المتابعين لنافذة الوعي، والتحية لقوات الشعب المسلحة لبسالتها وعقيدتها القتالية التي تسلحت بها، والمقاومة الشعبية المسلحة التي غيرت المعادلات وبشرت بالنصر ووضعت الخونة والمرتزقة في حجمهم الطبيعي. الرحمة لشهداء ثورة ديسمبر العظيمة المباركة وشهداء معركة التحدي الوجودي من عسكريين ومدنيين، والصبر الجميل للنازحين واللاجئين، وعودا حميدا بإذنه تعالى. أود بداية
أن أنبه كل الشرفاء من المتابعين لنافذة الوعي أن ما أطرحه ليس سوى نبض يخفق به القلب منذ أبد طويل. ومع تقدم العمر لا يزال هناك أمل في شبابنا أن يستعيدوا إشراقة وابتسامة الوطن والارتقاء به لهم وللأجيال القادمة. وللتاريخ أسجل أن هناك من شدا بحرفه وشهق بوجدانه وطرح ما يرى أنه المخرج من النفق المعتم إلى الأفق الضياء. الأمر يعود للمتابعين أولا وأخيرا، أخاطب عشاق الوطن وليس محبي السلطة، وأنقذوا الوطن من براثنهم قبل فوات الأوان. دعونا نتفق على أن البشرية غير الإنسانية، وقد نزلت الرسائل السماوية هادية وداعية بالقيم والأخلاق لترتقي بهذه البشرية لآفاق الإنسانية الأرحب بكل صفائها ونقائها وقيمها وأخلاقها. وكثيرا ما رددت أن كل إنسان بشر بالطبيعة، وليس كل بشر إنسان بالضرورة. ما يتجلى لنا الآن في هذه الأزمة والمحنة التي دفعتنا أن ندافع عن أنفسنا بضراوة هو أن البشرية المادية المتوحشة قد وظفت البشرية الأولية المتدنية لتضرب أطنابها في مجتمعنا. وهذه الحرب الضروس والمقاومة الشعبية المسلحة طلائع الشعب المسلح، ما هي إلا لحماية الأمة السودانية من وحوش بشرية تستهدف وجودنا على ترابنا واقتلاعنا من جذورنا، وهو أمر دونه خرق القتاد كما يقال. في ذات الوقت كشفت لنا عن مثالب كثيرة وعن تدني مريع في القيم والأخلاق لم نعرها اهتماما في السابق، لا عن طريق المشروع الحضاري الكذوب، ولا عن طريق التعليم التجهيلي في مدارسنا وجامعاتنا، ولا عن طريق إعلامنا المدجن والمتحكم فيه، ولا عن طريق أئمة المساجد لا يحملون وعيا سوى الجانب الشكل المظهري، فسرقوا الجامع من دوره وأفرغوا الإسلام من محتواه، بل ظهر منهم من انضم للميليشيا الإرهابية يقاتل معه، ومنهم من أثلج صدره حين مجزرة فض اعتصام القيادة. ولم يدر بخلدنا أن يوما من الأيام أن الحقد سيقفز من العيون والبغضاء من عمق الجفون حتى تستباح الدماء والأعراض وتغيب العقول تماما، حتى لدى ما يطلقون على أنفسهم النخب. هناك خلل كبير في الشخصية السودانية لم نعره اهتماما، أو لنقل لم تكن لدينا مساحة لبناء الإنسان السوداني والارتقاء بوعيه الجمعي. كنا مستلبين ومغيبين ومضروب حولنا سياج من الجهل والتجهيل. الإنسان ليس كاملا، بل يكمل بعضه بعضا بتبادل الأفكار، بالحوار، بالنقاش، بتقبل الرأي والرأي الآخر، بمراجعة النفس، بمنح الأنا حجمها التكميلي مع الجموع والبعد عن التضخيم لها. لكن ما أفرزته حرب التحدي الوجودي التي استباحت دماءنا وأموالنا وأعراضنا وثرواتنا وطمعت في ترابنا، ما أفرزته كشف المستور والمسكوت عنه زمنا، ويحتاج إلى إعادة قراءة في مناهجنا وأسلوب حياتنا وكيفية تعاملنا مع بعضنا وتربيتنا لأبنائنا.
بل وتنقية أنفسنا وحتى مفرداتنا التي نتواصل بها وتحصين مجتمعنا من الاختراق. هذا الجانب من التهذيب والسمو الروحي والفكري والإنساني افتقدناه الآن، لأننا في معركة وجود ومعركة دفاع عن النفس، وكثيرا ما يقفز الجانب البشري فينا بالطبيعة، ونحن نشاهد الدماء والموت يمشي في الطرقات. إنها طبيعة الأشياء وطبيعة الوجود والبقاء الفطري. ما أطرحه عبر لقاءاتي دائما ومن خلال منصة المركز للوعي لا يتناول ما يدور الآن ولا سير العمليات والمعارك على الأرض التي يقوم بها جنودنا البواسل الذين نعتز ونفخر بهم، ولا ما تقوم به مقاومتنا الشعبية المسلحة. فذلك أمر تكفل به الكثيرون على منصات التواصل لسد عجز الإعلام الحربي وتمليك المواطن الحقائق. نحن نقدم إضاءات للخلل الذي حدث، ونذكر بالدروس القاسيات، ونضع التصورات لما نرى أنه يمكن أن يعين جيل الشباب المشرئب لوضع اللبنات الأساسية لسودان الولايات المتحدة السودانية العملاقة بإذنه تعالى. وهي رؤية لا أدعي كمالها، بل أدعو إلى إثرائها بمزيد من الرؤى لتكتمل اللوحة لسودان المستقبل الذي نحلم أن نؤسسه لأبنائنا وأحفادنا. صفقنا كثيرا في الماضي للمستبدين قطيعا كنا، وهتفنا كثيرا كثوار أحرار بعد تحررنا من التبعية ويقظتنا، وكنا بسطاء سهل على النخب سرقة ثوراتنا التي لم نضع رؤية لما بعدها. وثورة ديسمبر العظيمة المباركة أتاحت لنا أن نحاكم كل تاريخنا من استعمار خارجي إلى استبداد داخلي كان أشد وطأة وأعمق جرحا، ولم يجرؤ أي صيدلي أن يصرف الدواء الذي يعالج الجرح تماما، لأنه لم يتم تشخيصه من جهات الاختصاص، وأهل المريض يحشرون أنوفهم مع الأطباء والصيادلة ويحولون بينهم والتركيز في التشخيص والعلاج أو تضميد الجراح. وظلت المسكنات هي الوصفات المسموح بها، إلى أن وصل الأمر للهدم والتدمير من خلال الصراع على السلطة سلما أو غدرا أو حربا. السودان كسوق أعمال سياسية كما يطلق عليه إليكس ديوال. نظام الحكم فيه يتم بتبادل الخدمات السياسية والولاءات بمقابل مادي وبطريقة تنافسية أو منح التراخيص. هكذا نحن منذ الاستقلال المزيف وحتى الآن. سوق الأعمال السياسي والعسكري يتميز بالربحية والمحسوبية والأثر وحب الذات والعنف كأداة لتحقيق المكاسب. لهذا فالقارئ للسياسة السودانية يجدها كذلك، ولكنها ليست سوقا على المستوى الرفيع المتسلح بالعلم والمعرفة، سوبر ماركت يراعي مصالح المواطن ورفاهيته والارتقاء بدولته واستثمار قدراته وإمكاناته، بل سوق ملجأ ومزاد علني وجرس يقرع لمن يدفع أكثر، ورأسمالية طفيلية نمت وتكاثرت تعتمد السمسرة والسرقة والنهب. ولم نعثر بعد على مضاد حيوي للقضاء على البكتيريا الضارة التي تكاثرت وأضحت تهاجم جسد الأمة السودانية.
وتهدد حياتها ووجودها. أذكر حين سأل أحدهم محمد أحمد محجوب يوم عن كيفية التخلص من الاستبداد المايوي، فكانت إجابته: يا بني، لو قدمت لك وصفة طبية لن تجد صيدلانيا يصرف لك الدواء. لذا وجب محاكمة تاريخنا ومن أوصل الأمة السودانية هذه المرحلة لتستباح ويقوم بها من يشترى ويباع دون حياء، وأن تكون الخيانة مجرد وجهة نظر، وحب الذات والأنانية سمة عامة في مجتمعاتنا، وأورثتنا أحزابا لا تتمتع بالعقيدة الوطنية ولا يهمها سوى كراسي السلطة، بل الوسائل المشروعة وغير المشروعة تدنت للدرجة التي تستعين فيها بالمرتزقة الإرهابيين لتدمير البلاد وتشريد العباد، ظنا منها أن المزاد السياسي سيقع عليها ويقرع الجرس لصالحها لتعود للسلطة. وعي الأمة السودانية الآن قد تجاوزهم بسنين ضوئية، لو كانوا يدركون ولم يقفوا الموقف الخاطئ من التاريخ. حتمية الانتصار أمر مؤكد ما دام هناك أبطال يؤمنون بالتراب ويتشبعون بالعقيدة الوطنية، وتجوس بداخلهم حبا لا يضاهيه حب، وعزة وكرامة. هذه العقيدة الوطنية لن تجعل فردا يتخاذل أو يستهين بالمعركة، سواء في قوات الشعب المسلح الباسلة أو الشعب المسلح عبر مقاومته الشعبية، لأمر واضح جدا، هو أن المعركة معركة بقاء أو فناء، معركة تحدي وجودي. لكن الدمار لم يطل العمران والمرافق الحيوية والحضارية وخدش الكرامة السودانية وهذه الصورة الذهنية لما يحمله الآخرون على الإنسان السوداني، بل طال حقيقة الأنفس وأحدث شروخا يصعب رتقها إن لم نرتقي بالوعي ويعود الرشد ونعي أن مجتمعا لا يتسلح بالوعي والمعرفة سيظل خارج التاريخ. ما تقوم به الميليشيا الإرهابية من حرب قذرة هو حرب عالمية مصغرة تدور على أرضنا، وهذا قدرنا، ومسؤوليته ليس النظام السابق وحده، بل كل الأحزاب التي باعت التراب بأبخس الأثمان. الصمت لا يجدي، والاعتذار لا مكان له بعد كل هذا الدمار الذي حاق بالبلاد ووصل حد استهداف التواصل للعيش في عتمة لا مثيل لها. حتى لو تم القضاء على آخر جنجويدي وعميل وخائن، أملنا في الاستفادة من الدرس الدامي والقاسي وإقامة العدل والقصاص من كل من أهدر دماء الشرفاء في ديسمبر العظيمة وفي حرب التحدي الوجودي التي دفعت بالشعب السوداني لينتظم في مقاومة شعبية مسلحة. هكذا كانت الاستجابة للتحدي الوجودي، وطن يستدعي أبناءه الشرفاء للتلاحم ووضع إطار لتلافي آثار هذه الكارثة التي طالت الأمة السودانية جمعاً، ووضع التصورات والحلول التي يمكن أن تعيد للوطن صفاءه دون حزبية إقصائية أو قبلية مقيتة أو طائفية متخلفة أو عنصرية بغيضة منتنة، ودون استقواء مجموعة على أخرى، وأن تعبد الطريق لمستقبل زاهر للأبناء مستصحبين كل هذه الدروس القاسية والدامية والكارثية. وقد طرح المركز حكومة المستشاريات كنهج جديد في الحكم
متضمنا الديمقراطية المجتمعية التي يشارك الجميع فيها بصنع القرار، تنفيذا لإرادة جمعية صدح بها ثوار السلطة سلطة شعب. وكما غير الطلائع الشعب المسلح، المقاومة الشعبية المسلحة، موازين القوى وأربكت مخططات القوى المعادية، فطريق الديمقراطية المجتمعية سيفشل كل مخططاتهم حين يكون القرار بيد الشعب والسلطة بيد الشعب والسيادة للشعب. الشباب النير الذي خرج في ديسمبر العظيمة المباركة كان قد طرح حلا غدرت به الأحزاب والأطماع والمتشاكسين حول السلطة، حيث هتفت بحناجرها السلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات، والججويد انحل، وحرية سلام وعدالة، وكيزان حرامية، وجنجويد رباطة، ويا أحزاب كفاية خراب، وبكم بكم بكم قحاط باعوا الدم. كل هذه الشعارات مثلت منهجا لسودان يحلم به الشرفاء والملايين من الشعب السوداني. والآن أي حزب قحاطي أو تقزمي أو كتلة ديمقراطية إلى مزبلة التاريخ لغدرهم بالثورة والثوار ولبيعهم للتراب بتحالفهم مع أعداء الشعب السوداني من ميليشيات إرهابية ومشروع إسرائيل العبرية في المنطقة. وأنا أضيف لهم شعارا آمل أن يكون منهجا إضافة لشعاراتهم، وهو يماثل حقنا كامل ما بين جانب، وهو ما بعد الانتصار كسر الاحتكار. إنه طريق الديمقراطية المجتمعية التي لا مناص من الاحتكام إليها للخروج من النفق وإزاحة العتمة وتباشير فجر الخلاص. المجرب لا يجر، ولأن الصراع على السلطة هو الكارثة التي دمرت الإنسان السوداني فجعلته مغتربا داخل وطنه أو مفضلا الغربة خارج ترابه، ويحمله بداخله أملا وحلما، فلا مجال سوى كسر الاحتكار لكل ما حرم منه الشعب السوداني بدءا من احتكار السلطة. كثيرا ما نقول ما أجمل الزمن الجميل، ونصل إلى أننا الدولة الوحيدة التي لها إمكانيات كبيرة جدا، ومع ذلك تسير إلى الخلف وتتدهور يوما بعد يوم، حتى أدرك العالم أننا لسنا أهلا لهذه الثروات التي لم نحسن استثمارها ولا إدارتها، فطمع فينا العالم لانتزاعها منه. فهل فكر علماؤنا وباحثونا ومفكرونا وسياسيونا لما نحن كذلك؟ أم تم إقصاؤهم واستبعادهم عمدا؟ وهل تأملنا حالنا وما وصلنا إليه؟ ولما هذا التخلف الذي أودى بنا إلى أن نكون مطمعا للآخرين؟ وهل لدينا استعداد أن نراجع أنفسنا بتروي ليوم غد، ووضع استحقاقات هذا الوطن نصب أعيننا؟ نحن في لقاءاتنا نقدم إضاءات كما أسلفنا لشبابنا الذي حمل على عاتقه وضع حد فاصل بين كل ما مضى وبين حاضر البناء والفعل من أجل مستقبل الغد، وتقديم النموذج الأمثل بعد الانتصار والخروج من هذا النفق المعتم. رددنا كثيرا في لقاءاتنا السابقة أن الصراع على السلطة سلما أو غدرا أو حربا هو الاستبداد أو الاستعمار الداخلي، والمشكلة الأساس لما نحن فيه. وطرحنا لذلك أطروحة الطريق إلى الديمقراطية المجتمعية والعقيدة الوطنية، كما ضمنها المركز أطروحة حكومة المستشاريات لتنزيل شعار سلطة الشعب الذي صدحت به حناجر الثوار للإفادة
من كفاءاتنا وقدراتنا العلمية التي أبعدت عن عمد أن يكون لها أي دور في البناء ورفعة وتقدم السودان. اليوم أطرح لشبابنا وللأمة السودانية أن كسر الاحتكار هو الخطوة الأولى في البناء والإعمار بعد الانتصار الذي تلوح بشائره كل يوم، أو كما يردد دائما عزيز السودان: لسه قدام صباح. سنتناول الاحتكار لمصادر القوة الذي يشكل أس وأساس تدمير المجتمعات بعد تدمير القيم والأخلاق: احتكار السلطة، احتكار الثروة، احتكار السلاح، احتكار المعرفة، احتكار الصوت المدني، احتكار الدين عن طريق فقهاء السلطان ورجال الدين، احتكار السلع الاستراتيجية، احتكار الاستيراد والتصدير، احتكار الخدمة المدنية، احتكار السلك الدبلوماسي. هذه الاحتكارات جميعها قد ساهمت في تدهور مجتمعنا ووصولنا إلى الإلقاع، حد الصراع وتكالب الأطباق، ووصولنا لهذه المرحلة من الصراع الدموي الذي يستهدف وجودنا كاملا على ترابنا. عن كسر احتكار السلطة تحدثنا طويلا وكثيرا عن إزاحة الحزبية الانتهازية والإقصائية والانقلابية، فنحن نحتاج إلى أن نمارس الديمقراطية قبل أن نشكل أحزاب، وقلنا إنها إرث استعماري لم ينسجم مع مجتمعنا، وأعمل معول الهدم والتمزيق والتفرقة والعداوات، وأشاع روح البغضاء في النفوس والكراهية والحقد، وقد جرمه محمد أحمد محجوب الذي مارسها وهو من الرعيل الأول في كتابه الديمقراطية في الميزان، التي كما قال اتصفت بالمشاحنات والعداوات والمكائد والدسائس والأحقاد والإحن والبغضاء، وطلب من الجيل الجديد البحث عن ديمقراطية تنسجم ومجتمعاتنا، والتي قال عنها شاعرنا المهندس علي نور: كل امرئ يحتل في السودان غير مكانه، المال عند بخيله والسيف عند جبانه، والعلم ليس براجح بالجهل في ميزانه، والمرء ليس بأصغريه قلبه ولسانه، بل باكتمال ريائه وروائه ودهائه. ونحملها نحن، بل ونحاكمها عن كل ما فعلته بالبلاد منذ الاستقلال الزائف، وحتى شراكة الدم مع المكون العسكري، وحتى استعانتها بالجنجويد المرتزقة الإرهابيين في حملتهم المسعورة وحربهم القذرة التي استهدفت احتلال البلاد أو تدميرها، وحتى تشكيل تقزم لتحمل الراية عن الهالك الذي هلك وجنده. المؤامرة الدولية لن تترك هذا الشعب العظيم ينعم بأمنه وأمانه واستقراره وبناء دولته كما يشاء. طرحنا بديلا عن ديمقراطيتهم، أو ديمقراطية أميرهم الهالك، أو الديمقراطية التي ترعاها إسرائيل العربية، بل طرحنا للشباب الأنقياء كما هتفوا: السلطة سلطة شعب. وقدمنا كيفية كسر احتكار السلطة عن طريق البناء القاعدي عبر الديمقراطية المجتمعية، بدءا من الأحياء والإداريات والمحليات والولايات، وبذا يكون الشعب السوداني قد كسر احتكار السلطة الذي أوردنا مورد الهلاك. السلطة للجميع، يتحملها المواطن بصوته الحقيقي وليس بصوت الخداع الزائف والتمثيل والنيابة. وبهذا نكون قد هدمنا الأصنام وأزحنا النخب التي تسعى لمصالحها فقط دون مراعاة للجمهور. وبكسرنا لاحتكار السلطة
نكون قد أنجزنا أولى خطوات تعبيد الطريق للبناء والإعمار للولايات المتحدة السودانية، ونكون قد حملنا المسؤولية لصاحبها وهو الشعب السوداني، بدءا من مواطنيه بالأحياء، ونكون قد ارتقينا بالوعي المجتمعي، ونكون قد قضينا على مندوحة المركز والهامش. كل ولاية يقوم أبناؤها ببنائها وتنميتها والارتقاء بمجتمعها والتنافس مع الولايات الأخرى. ونكون قد قدمنا نموذجا جديدا تحتذيه الشعوب التواقة للحرية والسلام. إنه الطريق الأخير إن وعت الأمة السودانية الدروس وأدركت أن الاستبداد ليس سوى استعمار داخلي أشد قسوة وضراوة من الاستعمار الخارجي، وأن التفسخ والانحلال وتدمير القيم هي أسلوب من أساليب فناء الأمم، والقضاء عليها بأسهل الطرق. كسر احتكار السلطة يعني إزاحة كل الانتهازية السياسية ونزعها منها وإعادتها لصاحبها وهو الشعب، يمارسها بنفسه دون وصاية من أحد. الديمقراطية الحقيقية هي حكم الشعب نفسه بنفسه دون تمثيل أو نيابة عنه، كما بدأت في أولى تجلياتها بأثن القديم الذي يمثل مجموعة يمكن أن يشترى ويباع، والذي ينوب عن مجموعة يمكن أن يخذلها ويتصرف وفق مصالحه، لكن الذي يتم تصعيده من حيه عليه أن يحمل قرارات برلمان الحي للمحلية، لا يضيف ولا ينقص، وإلا نزع أهل الحي ثقتهم فيه وصعدوا غيره. عن طريق الديمقراطية المجتمعية نكون قد كسرنا أصلب قوة قاهرة وتملكها الشعب بنفسه يتحمل نتائجها سلبا أو إيجابا، وقد أوضحنا الآليات. الحي ألف إذا ضم 700 فرد، وضم الحي ب 1500 فرد، وضم الحي جيم 2900 فرد، وهكذا. فإن قرارات هذه الأحياء سيتم توفيقها في برلمان المحلية بتجميع المؤيدين للقرار والرافضين له والممتنعين، فتكون القرارات نابعة من الأغلبية على مستوى المحلي. كذلك في برلمان الحي حين يتم طرح البند المراد الحوار والنقاش حوله، على كل المتحاورين أن يوضحوا لماذا وقفوا معه ولماذا أو لماذا وقفوا ضده. المرحلة مرحلة وعي مجتمعي يمارس الديمقراطية المجتمعية باعتبارها حقا لا تنازل عنه تمليه المواطن على هذا. طريق الديمقراطية المجتمعية هو مدرسة كبرى للوعي المجتمعي، فللوطن حق على كل مواطن. الأمر لم يعد أن يأكل المرء ويشرب ويتناسل، المرء في المشاركة الفعلية فيما يسهم في رفاهية هذا المواطن دون التقليل من رأي فرد مهما قل شأنه. المهم أن يوصل رأيه بلغته حتى لهجته العامية، ويكون بذلك قد مارس حقه الطبيعي في مجتمعه. وعبر الديمقراطية المجتمعية لا مجال للمجاملة والمساومة أو تغيير الآراء لصالح جهة مهما كانت، كما أن من يتم تصعيده لحمل الأمانة لا بد من تزكيته بكفاءته ووطنيته وشرفه، وإن تم الاعتراض عليه لا بد من المكاشفة عن أي دور سلبي قام به سابقا. وكلنا نعرف بعضنا بعضا،
وعبر الديمقراطية المجتمعية لا إقصاء لأحد. لا إقصاء لأحد ما دام مستوف لشروط المواطنة وأنه خال من السوابق ولا تحوم حوله شبهة التعامل مع الغزاة والإرهابيين سواء بالفعل أو القول. الديمقراطية المجتمعية هي أن يجلس أهل الحي في برلمانهم بفناء مدرسة أو نادي أو ساحة ستضع حدا للتدهور القيمي والأخلاقي الذي استهدف المجتمع السوداني، وسيضع الأمور في نصابها ويشير إلى السلبيات وكيفية علاجها، ويمكنه أن يناقش حتى ما ورد من إمام في خطبة الجمعة إذا تجاوز حدوده في رسائله التي يبثها في المسلمين. الطريق إلى الديمقراطية المجتمعية هي مساحة هامة بين أبناء الوطن ليضعوا الإصبع على الجرح وتشخيص المرض وطرح أساليب العلاج، إضافة إلى التكافل والتعاضد ونشر بذور المحبة والارتقاء بالوعي المجتمعي. الطريق إلى الديمقراطية المجتمعية سيغلق الأبواب على التشظي المجتمعي إثنيا أو قبائليا أو طائفيا أو حزبيا أو جهويا، وستبدأ الديمقراطية الحقيقية لإبراز الجوهر الحقيقي والمعدن الأصيل للأمة السودانية من حيث القيم والأخلاق والتكامل والتكافل، إضافة إلى التدقيق والحصر لمن هو غريب أو متسلل أو يعمل لأجل هدم المجتمع، فتتم مساعدة الأجهزة الأمنية وحسم فوضى الوجود الأجنبي وتطهير الحي من كل ما يعيق ويعمل على هدم وتشويه الإنسان السوداني. طريق الديمقراطية المجتمعية هو ما يقوم بتحجيم النخب التي تعمل لصالحها أو لصالح أيديولوجياتها أو لصالح من وراءها لتنفيذ أجندة خارجية، لأن الشعب في تجمعاته بالأحياء سيشكل حصنا ضد الانتهازية وضد عمليات التغييب وضد مساطرة الصوت المدني الذي سينطلق منه الحوار. الديمقراطية المجتمعية هي الصوت المدني الأعلى شأن، لا يقتصر على أمور الحي بل يتجاوزه إلى ما يخص المحلية والولاية والتعامل مع الدولة بندية وفق مصالحه. لو كان هناك مجلس تشريعي عبر الديمقراطية المجتمعية لما أبقى سفارة دولة تدعم المرتزقة وتمدهم بالسلاح وتقتل فيه ويبقيها على أرضه، وهذا هو صوت الشعب الحقيقي وليس المزيف أو المستبد. ولما سمح بتهريب الذهب أثناء الحرب ولتعامل التعامل مع دول العالم بالندية والمصالح المشتركة. الديمقراطية المجتمعية إذا سرنا في طريقها فلا مجال للعنصرية أو القبلية أو الحزبية أو الطائفية أو الجهوية من أن تعكر صفو الصوت الجمعي للأمة السودانية. كما أن أسلوب القطيع سينتهي إلى الأبد، إنها الطريق الوحيد والأمثل للخروج من دائرة الصراع على السلطة وكسر احتكارها لفرد أو حزب أو لمجموعة أحزاب، لأن السلطة قوة وهي من حق الشعب والسيادة له ولا سيادة لغيره. الديمقراطية المجتمعية لا تستثني حتى الجاليات السودانية في المهاجر الذين انتشروا في كل دول العالم. صوتهم ينبغي أن يكون حاضرا بذات الطريقة لبرلمانات الأحياء للاستفادة من تجاربهم ومن آرائهم وفكرهم وما اكتسبوه من وعي لشعوب عاشوا معها وأسهموا فيها علما وعملا. وكذا النقابات التي تشكل رافدا لعرض قضاياها عبر تجمعاتها. هذا هو الطريق لكسر احتكار السلطة التي تنازعنا حولها طويلا
وأوصلتنا لمرحلة الصراع الدموي، بل والتحدي الوجودي الذي كاد يسلبنا حق المواطن، وقام بتشريدنا وقتلنا ونهبنا وإبعادنا من ترابنا. ونحمد الله كثيرا أن كانت الاستجابة لهذا التحدي بالنصر عبر طلائع الشعب المسلح، المقاومة الشعبية المسلحة. بعد كل هذا الطرح لكسر احتكار السلطة، يمكن أن يتساءل البعض لماذا ضرورة طريقة الديمقراطية المجتمعية وأهميتها رغم أن الجهل يسري في مفاصل المجتمع. نقول لحسم المشاكسات والمكايدات والدسائس، وبتر الأيادي الخارجية التي تعبث بالنخب والساسة من الإنتهازية. الجميع من كتلة ديمقراطية وكتلة تقدم ومتأسلمين وقيادات قوات مسلحة وقيادات ميليشيات إرهابية وحركات، الجميع يسعون إلى السلطة، ولو كانوا صادقين لاحتكموا إلى الشعب السوداني بأبسط الطرق، وهي دعوته لانعقاد برلماناته في الأحياء والمحليات والولايات ليقول كلمته. لقد جربنا النخب والتي تسعى دائما إلى خلق واستقطاب قطيع باعتبارهم هم الأجدر بالحديث نيابة عنهم أو يمثلونهم، ومن ثم يسرقون صوتهم. هذا ليس صوت الشعب ولا السلطة سلطة الشعب. هذا الطريق هو الوحيد الذي يرفع عن مجتمعنا الجهل ويبث الوعي بممارسته الديمقراطية في أسرته وفي برلمان حيه، يمثل المواطن نفسه ولا يمثله أحد. ولأن هذا الطريق ليس إقصائيا ولا سلطويا ولا استبداديا، كل مواطن في الحي من سن 18 سنة فما فوق، رجلا كان أو امرأة، شابا كان أو شابة، له رأي وله توجه، قد يكون حزبيا مثلا، لكنه هنا يعبر عن رأيه وليس رأي الحزب. الأحزاب في إجازة حتى يتم ترسيخ الديمقراطية وتثبيتها مجتمعيا. وأيا كان لونه السياسي فلن يكون مؤثرا، لأن المطلوب الإدلاء برأيه وتحديد قراره في القضية المطروحة للنقاش أو البند المطروح من بنود الاجتماع. قل رأيك ودلل على أهميته وصحته، ودع الآخرين يقولون آراءهم يؤيدونك ويثنون على رأيك أو يردون عليك ويطرحون آراءهم، وكما استمعوا لرأيك فأنت تستمع لآرائهم، لتصلوا بهذه الممارسة الديمقراطية إلى ما يتم إقراره بالأغلبية، ومن ثم تسهم في ترسيخ سلطة الشعب، المطلب الجوهري لديسمبر العظيم المبارك. ثم إن الإحساس الداخلي للمواطن وتعميق عقيدته الوطنية بأنه فاعل وأن رأيه مسموع لدى الآخرين، نكون قد أرسينا جوهر الديمقراطية بوطنية تعكس ما نفكر به وما نرغب فيه وما نود تحقيقه، ونحترم رأي الأغلبية. هذا الطريق، طريق الديمقراطية المجتمعية، نكون قد أسهمنا في الإحصاء السكاني لتودع الداتا في بيانات المحلية، وكل محلية المحليات والولايات تجمع بياناتها، كما أننا سنقوم برصد وإحصاء الغرباء ومدى مشروعية وجودهم بيننا، ونكون بذلك قد قمنا بتنزيل وأمرهم شورى بينهم بالشورى الشعبية من القاعدة، ليتم إغلاق كامل لأي استبداد أو فرض قرارات من أعلى دون أن يكون الشعب مصدره. في برلمانات الأحياء سيتم التنقيب عن القدرات والكفاءات، ونتعلم من بعضنا بروح إخاء ليس به تنمر أو مكايدة ولا دسائس ولا بغضاء، لأننا لا نختلف حول الأشخاص بل حول اتخاذ القرار أيا كان. وعن طريق برلمانات الأحياء والمحليات لن تكون هناك مساحة للبيع والشراء للزمم والنفوس الضعيفة، وليست هناك قرارات فوق الطاولة وأخرى تحتها.
بوضوح كامل وشفافية نلتقي ونمارس حقنا المشروع في كل شؤوننا على مستوى الحي أو المحلية أو الولاية أو على المستوى القومي. ومع تقدم التقنيات يمكن أن يتم نقل الاجتماعات على الهواء عبر الأسافير، فيستفيد الآخرون في الأحياء الأخرى من الأطروحات والنقاش والحوار. كل من يتم تصعيده على مستوى الحي لا يمثل الحي، بل يحمل قراراته إلى برلمان المحل، وهناك تتم عملية تجميع وتصنيف وتبويب القرارات. كما يتم التصعيد إلى الولاية، وبذات الطريقة إلى المجلس القومي للولايات المتحدة السودانية. حتى لا نطيل، سنكتفي في هذا اللقاء بكسر أحد مصادر القوة، على أمل في اللقاءات القادمة بإذن الله تعالى أن نتناول كسر احتكار السلاح، وكسر احتكار الثروة، ومحاربة الفساد، وكسر احتكار المعرفة، ومجانية التعليم وإلزاميته ونوعه، وذلك يخاطب العقل تحديدا ويحاوره. أعتذر عن الإطالة، ولكن في ختام هذا اللقاء وإلحاقا لرسائل للأمة السودانية العظيمة التي أعتز وأفخر بكوني واحد منها، أقول: نحن بحاجة إلى الصدق، وأن لا نستسلم للغياب والتغييب والتعتيم والمواقف الرمادية. بحاجة إلى الوضوح والشفافية، وأن نقف أمام مرآة أنفسنا لنستوعب أن الصراع الدموي والإقصائي هو نتاج بعد الشعب عن الساحة، وتركها لمن يدعون أنهم يتحدثون باسم المدنية والشعب الأبي، ولمن يفرض علينا سياسة الأمر الواقع. نحن بحاجة لأن ننتزع حقنا كاملا غير منقوص، ولا مجال للمساومة والمجاملة بعد هذا الدرس القاسي والدموي والمؤلم، وهو أن ننتظم في برلماناتنا في الأحياء، وأن نصلح بصوتنا الحقيقي وليس الزائف أو المزيف أو المقتطف أو المملى علينا. وللانتهاز الذي يسعى ليسرق سلطتنا وثروتنا ويمارس سيادته علينا، فلا أحزاب الحرية والتغيير كمجلس مركز، ولا أحزاب الكتلة الديمقراطية، لا قحط ولا تقزم، ولا كيزان المؤتمر الوطني، ولا كيزان الميليشيات المتمردة الإرهابية، ولا قيادة عسكرية، ولا قيادة إرهابية، ولا حركات مسلحة، ولا نظار وعمد ومشايخ وطرق. كلها قابلة للبيع والشراء والمساومات وتغيير المواقف على حساب الشعب السوداني الذي هتف بمجموعه حرية، سلام، وعدالة، والسلطة سلطة الشعب. هو الذي يسوق حياته وكما يريد. كلهم يتصارعون على السلطة. والشعب حين انتظم في مقاومته الشعبية المسلحة تمهيدا لقيام الشعب المسلح، إنما يصارع من أجل الوطن المسلوب. أما السلطة فلن يمنحها لأحد، ولن يفوض أحدا منهم. ستستردون سلطتكم المسلوبة وتمارسونها بأنفسكم، ومن تحدثه نفسه بأنه سيستلم السلطة بعد كل هذه التضحيات وهذه الدروس القاسية فهو واهم واهم، لأنه سيكون في مواجهتكم كأمة سودانية عريقة وواعية. وأي محاولات للترضيات والجوديات لإعادة تدوير نظام الحكم كما كان في السابق هو حرث في البحر ولا جدوى منه. الثورة مستمرة، والحق لا بد أن يعود لأصحابه وهو الشعب السوداني. أنتم منتصرون لا محالة. كل هذه المعاناة والدموع والدماء والتشريد والنهب والسلب والدمار، ولكن هذا النصر لا بد أن تكون نتائجه كسر احتكار مصادر القوة من السلطة فهي للجميع، ومن الثروة فهي ملك للجميع، ومن احتكار السلاح حيث يمتشقه الجميع، وكسر احتكار الصوت المدني والفهم الديني، وكسر احتكار المعرفة. فالشمس تشرق للجميع، ولا بد أن نتيح المجال لشبابنا وكنداكاتنا ليعرضوا أجسادهم لأشعة الشمس ويعيشون حاضرهم ويبنون مستقبلهم، لا أن نغلق عليهم المنافذ ليعيشوا في الكهوف الماضوية المعتمة، ولا أن نهملهم ليكون الحصاد منهم
فاقدا تربويا، يقوم بتدمير بلاده بنفسه أو يصبح قطيعا لنخب فقدت مصداقيتها وتخلت عن عقيدتها الوطنية. تتم مناقشة كل ذلك عبر برلمانات أحيائكم ليعلو صوتكم، وهو الشرعية الوحيدة، ولا تسمحوا لمن يسعى لسرقة إرادتكم وأصواتكم وقراراتكم. بعد الانتصار لا بد من كسر احتكار مصادر القوة لتكون بأيديكم. نصركم الله ونصر بواسل قواتنا المسلحة الذين يسطرون الملاحم ويكتبون التاريخ. وتذكروا أن الطبيعة لا تحتمل الفراغ، وكذا السياسة. فاصدحوا بصوتكم المؤسس من أحيائكم لكسر الاحتكار في شؤونكم، وفقكم الله، وكونوا حزمة. كفانا المهازل، أبغوا دركة الوطن العزيز. مرة أخرى أعتذر عن الإطالة، وإلى الأمام. شكرا جزيلا يا بروف على هذا المختصر المفيد، وبنحاول بقدر الإمكان وعدا منا أن نختصر اللقاءات لكي تصل للأغلبية. حتما سنستعد وسنترتب لملء الفراغ لكي لا نحدث فراغ في الدولة السودانية ويتسلغ القوناء. حتما سينتصر السودان الوطن، لكننا سنعود إلى وطن خرب، دمار وخراب وموت وأشياء كثيرة فقدناها. سوف لن نعود إلى المدينة التي تركناها قبل الحرب، سوف لن نعود إلى هذه الأسواق التي تركناها قبل الحرب. سنعود، سنرى يبابا وخراب. علينا أن نتسلح لكيف نعالج كل هذا، وهذا لا يكون إلا بالسلاح والكتاب، ويكون علينا نحن كسودانيين يجب أن نستعد استعدادا كامل، والجميع يعلم أن ما بعد الحرب هو أصعب مما قبلها، وأصعب حتى من أثناء الحرب، لأنه هو البناء، لأنه هو العزة، لأنه هو الوطن القادم بإذنه تعالى. علينا بالسلاح والكتاب وعدم الإحباط. سنعود إلى خراب، يجب أن لا نحبط، والشيء الوحيد الذي يمنع هذا الإحباط هو الاستعداد ومعرفة ماذا سيكون في الأسبوع القادم، ماذا أعد لنا علماء السودان، ماذا أعد لنا العارفين الصادقين الوطنيين الأنقياء الذين لا يبحثون عن كرسي أو وظيفة أو مكان ما أو كسب شخصي، المتجردون من الأنا. لابد من هذا أن يكون جاهز لكي لا يصيب المواطن السوداني الإحباط بعد كل الإحباط الطويل منذ العام 89 والآلام الكثيرة الكبيرة. هذا لا يمكن تجاوزه إلا بالكتاب والسلاح. ربنا يحفظكم. الشعوب السودانية حتما منتصرة بجيشها أو دون جيشها، لكننا نحبذ أن يكون الجيش بين الشعب المسلح، وأن يكون الشعب المسلح سندا لجيشه، والجيش سندا لهذا الشعب العظيم ليحقق كل آمال المستقبل نهضت رواندا بعد الحرب عندما دخلها أبناءها وبناتها العلماء بالبرامج الجاهزة للتنفيذ. ولكم أن تحكموا. الآن علينا أن نستعد جميعنا، والدعوة قائمة من المركز لكل العلماء والعارفين للإسهام في ما بعد العودة مباشرة، ويجب أن نكون جاهزين. قدامنا آلاف الصباحات بعد موجب، ولسه قدامنا الصباح. في أمان الله. إلى الأمام.